منصة وبرج مراقبة مطار الحديدة الدولي، حيث تحاصر قوات ألوية العمالقة ميليشيات الحوثي داخل المطار. يتركز هذا الحصار من محورين: المحور الغربي حيث تقدمت ألوية العمالقة بعمق عدة كيلومترات للوصول إلى البوابة الغربية وهي البوابة الرئيسية لمطار الحديدة. أما المحور الجنوبي حيث تقدمت بعمق 2 كيلو وأيضا تسعى للسيطرة على البوابة الجنوبية لمطار الحديدة. بوصول قوات ألوية إلى هذا المكان تكون قد قطعت شوطا كبيرا وحققت تقدما سريعا، وبالتالي السيطرة على المطار هو بدء الدخول نحو مدينة الحديدة، وأيضا التوجه نحو شارع الميناء الذي يقع في هذا الاتجاه وهو الشارع المؤدي إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي. حالة من الارتباك أصاب ميليشيات الحوثي بفعل هذا التقدم السريع. هذا الارتباك دفع بالميليشيات بالفرار من هذه الأماكن التي كانت تتواجد فيها قبل يومين للتحصن داخل مباني المطار والقيام بقصف قذائف الهاون على مواقع قوات ألوية العمالقة. إذن الميليشيات الحوثية يوميا تخسر العشرات من مقاتليها بالإضافة إلى خسائر ميدانية كبيرة جدا. فواز منصر، سكاي نيوز عربية، من مطار الحديدة.